في إطار خطة المجلس البلدي سواني بن آدم لصيانة العديد من الطرق المتهالكة وبالتنسيق مع مصلحة الطرق والجسور، باشرت الشركة المنفذة للمرحلة الثانية لمشروع الطريق وسط مدينة سواني بعملية رصف وتعبيد الطريق بعد الانتهاء من عملية القشط والتنظيف. والطريق تم بالتعاقد من خلال مصلحة الطرق والجسور والشركة المنفذة شركة الواحة بعرض 8 متر تقريبا، وبفضل الله تمت بجهود وطنية وبكوادر وطنية. الطريق يبلغ طولها قرابة 2700 متر بعرضية 8 أمتار، وتمتد من أمام كلية الأداب إلى المدخل الشمالي للبلدية مرورا من أمام محكمة استئناف جنوب طرابلس. البدء في الطريق وترصيف طريق داخل مدينة سواني بن آدم والمشار إليه من بداية كلية الأداب حتى نهاية محكمة استئناف جنوب طرابلس وقرية سويسي، وتعتبر هذه الطريق شريان للتواصل وبين منطقة النجيلة وسواني بن آدم. صيانة الطريق تأتي ضمن عدد من المشاريع التي تم التعاقد عليها مع عدد من الشركات المحلية لتنفيذها من قبل مصلحة الطرق والجسور بالتنسيق مع المجلس البلدي سواني بن آدم.